السلام عليكم، أهلا بكم في المحاضرة الخامسة من كورس Understanding Linux. في المحاضرتين اللي فاتوا اتكلمنا عن الفايل مانجمنت كوماندز. في الأول اتكلمنا عنهم بطريقة بسيطة، وبعدين اتكلمنا شوية عن الوايلد كاردز. المحاضرة ديت هنبتدي نخش شوية في العمق بتاع الفايل مانجمنت كوماندز. يمكن المحاضرتين اللي قبل كده كانوا متعامل معاهم من على السطح كيوزر عادي، انما المحاضرة ديت هنبتدي نعرف الكيرنل بيتعامل ازاي مع الكوماندز ديت، والكيرنل ازاي بيتعامل مع الفايلز ان جنرال. هنتكلم عن الفايل سيستمز وازاي الفايل بيتخزن في الفايل سيستم، ازاي الكوماندز دي بتأثر عليه، وهيتعرض لمجموعة من الكوماندز الاكثر تعقيدا من الحاجات اللي احنا خدناها، ازاي نبني لينكس سواء هارد لينكس او سيمبوليك لينكس. المحاضرة ديت ممكن بعض الناس يقولوا طب ليه احنا بنعرف الحاجات ديت، يعني دي حاجات تفاصيل داخلية في الكيرنل. الإجابة على كده هي حاجتين. أول حاجة زي ما قلنا في أول محاضرة في الكورس، إن الكورس موجه أكتر ناحية الديفلوبرز، وبالتالي أنت كديفلوبر sooner or later هتحتاج المعلومات دي علشان الشغل بتاعك. الحاجة التانية، حتى لو أنت مستخدم، حتى لو أنت يوزر، ففي بعض الكوماندز المعقدة اللي انت مش هتفهمها وتعرف تشتغل ازاي غير لما تفهم البيز بتاعها، وتفهم ازاي بتأثر، ازاي دي بتتنفذ جوه الكرنل. عشان كده انا شايف ان الجزء ده مفيد للطرفين، يمكن اكتر طبعا للديفلوبرز. برضو لو في اي ملاحظات او تعليقات او اسئلة ياريت تحطوها على الفيسبوك بيج او على الديسكشن. يبقى التايتل بتاع محاضرة النهاردة File Handling Internals. الصورة اللي قدامنا دي صورة جبل جليد. جبل الجليد زي ما اكيد كلكم معظمكم عارف بيبقى الجزء الظاهر منه على وش المية بيبقى جزء صغير جدا، وبعدين الجزء اللي تحت المية بيبقى اكبر بكتير. برضو نفس الموضوع عندنا في التعامل مع الفايلات، الهاندلنج بتاع الفايلات. ففي الفايلات برضو احنا الجزء اللي ظاهر لليوزر العادي هي الجزء اللي هو التعامل البسيط مع الفايل، ان انا بيبقى لي فايل نيم، لي سايز، لي شوية بيانات، اقدر اعمل الاس، اقدر اعمل كوبي موف وهكذا. بالتعامل مع الفايل ده اكنه ايه، اكنه اوبجكت او حاجة واحدة كده بتعامل معه. انما داخليا الفايل ده عبارة عن مجموعة من البايتس متخزنة جوه ستورج ديفايس. ومثلا فايل 1.txt اللي هو اول فايل عندي هنا، هلاقيه مثلا متخزن على داتا بلوك جوه الستورج ديفايس. وانما مثلا فايل 2.txt ممكن يكون فراجمنتد على 3 داتا بلوكس. احنا ما بنشوفش التفاصيل دي كلها، التفاصيل دي كلها مستخبية عننا. مين بقى الانتيتي اللي هي بتخبي كل التفاصيل دي وتظهر لليوزر الانترفيس اللطيف ده، وهي داخليا بتمنتين وبتهندل كل التفاصيل؟ الانتيتي دي اسمها ايه؟ الفايل سيستم. يبقى احنا عايزين نعرف شوية تفاصيل عن الفايل سيستم، وازاي الفايل سيستم بيتعامل مع الفايلات، علشان نبقى لما بنقشو كوماند يبقى متخيلين ايه اللي بيحصل جوه، وبتخلينا نفهم بعض الكوماندز المعقدة او بعض الايشو، ايه الحاجة دي حصلت ليه وهكذا. طيب يبقى ايه هو الفايل سيستم؟ تعالوا نشوف يعني نخش جوه الفايل سيستم اكتر شوية. نقوم قايلين ده اول حاجة ده ستوريج ديفايس. ستورج ديفايس يعني ايه؟ هارد ديسك، فلاش ميموري، اي حاجه، اي ستورج ديفايس. الستورج ديفايس عاده بيبقى متقسم الى مجموعه من البارتيشنز. فده عندي هنا مثلا الهارد ديسك ده او الستورج ديفايس اللي قدامي متقسم الى 3 بارتيشنز. لو دخلنا جوه بارتيشن منهم هلاقيها البارتيشن دي از هاندلد باي ا فايل سيستم. يبقى التاني، يبقى الفايل سيستم الوحدة اللي بيتعامل معاها هي a partition of a storage device.
مش بيتعامل مع الستورج ديفايس كله ولا سب حته من بارتيشن، هي اليونت بتاعته هي البارتيشن. الفايل سيستم بيعمل ايه؟ بياخد البارتيشن دي بيقسمها الى جزئين، جزء اللي هو الفايل سيستم داتا، وده الجزء اللي هو بيشغل معظم البارتيشن اللي هي بيبقى فيها الكونتنتس، الريل كونتنتس بتاعت الكونتنتس بتاعت الفايل. يعني لو فايل وورد او بي دي اف او دوت تكست او اي حاجه، الكونتنت بتاعته البايتس اللي جواه بتبقى متخزنه في الفايل سيستم داتا. انما الجزء الثاني اللي هو بيبقى الجزء الصغير دي مجموعه من الايه، الفايل سيستم ميتا داتا. ما كلمه ميتا داتا ممكن تترجموها الى الداتا المساعده او الداتا الجانبيه، دي اللي هي الداتا اللي الفايل سيستم بيمنتين علشان يعرف يمانج الايه الفايلات دي. يبقى الفايل سيستم داتا لو حبينا نخش جواها هلاقيها مجموعه من زي ما اتفقنا ايه داتا بلوكس، واتفقنا ان الفايل ممكن يبقى one data block او fragmented على multiple data blocks. وكده الفراجمنتيشن دي is handled برضو by the file system، ان هو مثلا انت عندك فايل بتحاول تخزن فايل كبير وما عندكش سبيس حتة على بعضها تقضي الفايل ده، فبيضطر يقطع الفايل الى مجموعة من الاجزاء، ودول اللي هم اسمهم الفراجمنتس بتاعتي على مجموعة من الداتا بلوكس. انما لو لقى حتة على بعضها بيعمل بيقسم يحطها في داتا بلوك واحد، تمام. انما الفايل سيستم ميتا داتا هي عباره عن ايه؟ هلاقيها هي عباره عن مجموعه من الجداول والريكوردز. كل فايل جوه كل فايل يبقى ليه زي ما ليه داتا بلوك او بلوكس بيحملوا الكونتنتس بتاعته، بيبقى ليه ريكورد او ريكوردز جوه الميتا داتا فيه البيانات بتاعته، فيه بقى السايز بتاعه، مين الاونر بتاعه، ايه البيرميشنز اللي عليه، اخر مره استخدم كان امتى، امتى الديت اوف كرييشن، وهكذا. احنا بقى عايزين نشوف العلاقات ما بينهم. بس طبعا عشان يبقى في علاقه ما بين الميتا داتا والكونتنتس بتاعت الفايل لازم يبقى فيه مربوطين ببعض. عشان كده اهو الميتا داتا بيبقى فيها بوينترز بتشاور على الداتا بلوكس. يبقى انا كل فايل ليه ريكورد في الميتا داتا، وفي اخر الريكورد ده بوينتر يقول يشاور على الكونتنتس، تمام. يبقى نخش احنا كده عندنا تخيل الى الفايل سيستم ازاي بيتعامل مع الفايلز. طبعا الكلام ده ابلاي في البارتيشن الاولانيه، وبرده في البارتيشن الثانيه هلاقي فايل سيستم ثاني بتركيبه ثانيه، والبارتيشن الثالثه نفس القصه. يبقى الكلام ده بيريبيت على كل ستورج ديفايس وعلى كل بارتيشن، تمام. يبقى ايه هو الفايل؟ تاني نبص دلوقتي السيستم بتاعي او الفايل سيستم بتاعي في جزئين، الجزء الاولاني اللي هو الداتا اللي هي قلنا الفايل كونتنت، والجزء الثاني اللي هي الميتا داتا اللي هي الجزء الصغير من الاستورج اللي فيه المعلومات المساعده او المعلومات الجانبيه اللي هي اسمها الايه، نسميها ايه، الميتا داتا. الداتا دي سهل، اول جزء سهل اتفقنا خلاص، هي مجموعه من الداتا بلوكس. طب الميتا داتا ايه الستراكشر او ايه الريكورد اللي بيكونتين معلومات عن الفايل ده؟ الريكورد ده اسمه ايه؟ اي نود. يبقى ده اسم الريكورد اللي جوه الفايل سيستم، اللي الريكورد اللي بيكونتين معلومات عن الفايل. اي نود هي اختصار لاندكس نود، بس الناس اتعودت خلاص بتقول ايه اي نود على طول. طب في ايه جوه الاي نود؟ اول حاجة هنلاقيها هي الاي نود نمبر. الاي نود نمبر ده هو ده زي ما بالظبط انت ليك اسم، ليك فيرست نيم وليك فاميلي نيم، بس ليك رقم قومي. الرقم القومي ده هو ده الجوفرمنت، لما تحب تتعامل معاك بتتعامل معاك على هيئة هذا الرقم القومي. فالاي نود نمبر ده كأنه الرقم القومي بتاع الايه الفايل ده، يبقى هو ده رقم يونيك على مستوى الفايل سيستم لهذا الفايل. خلي بالنا كل الكلام ده على فايل سيستم، يعني على بارتيشن مش على مستوى السيستم. بمعنى لما اقول الاي نود نمبر از يونيك نمبر على الفايل سيستم، معناه ان ممكن لو فايل سيستم تاني يبقى برضه في نفس الايه الاي نود نمبر او نفس الرقم القومي ده، تمام.
في بس اي نود نمبر؟ لا بقى البيانات بقى اللي هي الخاصه بالفايل، اللي هي مثلا الفايل سايز، كام حجم الفايل، الداتا دي قد ايه، الاونر، مين الاونر بتاع الفايل، مين الاونر كيوزر ومين الاونر كجروب، طب ايه البرميشنز اللي على الفايل ده، زي ما اتكلمنا في الكلام ده من محاضرتين، الريد بيرميشنز والرايت بيرميشنز والاكسكيوت بيرميشنز، سواء على الاونر اليوزر او الجروب او اذر. What is the date of creation, date and time of creation, وايه ال date and time of last modification. تمام، دي كلها حاجات موجودة في كميتا داتا، وزي ما اتفقنا هيبقى في حتة اللي اسمها ال data blocks، اللي هي ايه، بتبوينت على ال data blocks الخاصة بهذا الفايل في ال data storage. تمام، يبقى ده احنا كده عرفنا الفايل سواء الكونتنتس بتاعته او الميتا داتا بتاعته. بس في ملاحظه مش عارف خدتوا بالكم منها ولا لا، البيانات دي ناقصه حاجه، حاجه مهمه جدا. مش ايه الاي نود، في حاجه مهمه جدا عن الفايل، الاي نود مش بتكريت. ايه بقى؟ مفيش ولا فايل نيم ولا فايل باث. يبقى ايه؟ يبقى الاي نود بتكاري كل البيانات ديت، كل البيانات عن الفايل، بس ما عدا اسمه او مكانه فين في البارتيشن. دي هتبقى نلاقي المعلومات دي موجوده في حته تانية. دي صوره تانية للاي نود ستراكشر وتركيبته مع الداتا بلوك، دي صوره يمكن اقرب شويه للوضع الحقيقي، بس احنا مش عايزين نخش في تفاصيلها قوي. انا اللي يهمني زي ما قلت لكم ان في على الفايل ليه مجموعه من الداتا بلوكس فيها الداتا اللي هي الريل فايل كونتنتس، اللي هو سواء زي ما اتفقنا اي فايل، اي نوع فايل. نسيبنا من الجزء ده دلوقتي، ده مش مشكلتنا دلوقتي، هيجي يوم نتكلم عن الحاجات ديت. بس ايه الاي نود ستراكشر، في الاونر، مين الاونر والبرميشن بتاعته، السايز، التايم ستامب سواء للكرييشن او للموديفيكيشن، المود زي ما اتفقنا قبل كده، كلمه فايل دي في اللينكس هي تعبر مش بس عن الفايل العادي، دايركتوري كونسيدر ذا فايل، هنشوف بعد كده اسمها لينكس ار كونسيدر ذا فايل، السوكيتس، البايبس. فده المود ده لو تفتكروا المحاضره اللي احنا اتكلمنا فيها عن الفايلز، لما بتعمل ls minus l بيطلع لك شويه حروف في الاول، اول حرف بيعبر لك عن المود. تمام، فده ايه الايه الاستراكشر بتاع الفايل. يبقى نقول السامري اللي احنا قلناه، الفايل هو ايه؟ يبقى الفايل عباره عن ايه؟ هو مجموعه من البايتس ذات ريبريزنت سم كونتنت، يعني بي دي اف، اكسل شيت، باينري، اكسكيوتابل، تكست فايل، لوج فايل، وات ايفر. ده ايه؟ الفايل بتاعنا. الفايل ده ستورد فين؟ ستورد في ستورج ديفايس، وتو بي سبيسيفيك هو ستورد في بارتيشن في ستورج ديفايس. طبعا ما ينفعش فايل يبقى متقسم ما بين اتنين بارتيشنز، هو ستورد في بارتيشن. لما بنروح جوه البارتيشن، يا اما على سنجل داتا بلوك او فراجمنتد على جروب اوف داتا بلوك. كل ده الكلام ده احنا قلناه خلاص. مين اللي مسؤول عن المانجمنت بتاع الفايل ده او البارتيشن كلها؟ هو ايه؟ الفايل سيستم. وهو اللي بيعمل مابينج ما بين الفيزيكال، تركيبه الفايل الفيزيكال، وما بين هو ظاهر ازاي بالنسبه لليوزر. اتفقنا المانجمنت او الفايل سيستم بيكونتين معلومات احنا بنسميها الميتا داتا، والمعلومات دي عباره عن حاجات زي الفايل سايز، الاونر، البرميشنز، شويه تاريخ للكرييشن وكده، وبوينترز للداتا بلوكس. وطبعا دي مهمه جدا عشان يبقى في لينك ما بين الداتا وما بين الكنترول انفورميشن او الميتا داتا الخاصه بيه. وقلنا كمان ايه؟ ان الميتا داتا دي ستورد في اي نود ستراكشر، يبقى انا عندي اي نود ستراكشر لكل فايل. وقلنا اخر حاجه ايه؟ ان الاي نود doesn't contain ولا الفايل نيم ولا الفايل باث. تمام؟ وهنشوف ليه. طيب يبقى معنى كده ايه؟ ان الفايل سيستم عنده كام اي نود؟
لا ده عنده عدد الاي نودز اللي يوزد هي بعدد الفايلز اللي في السيستم. تاني كلمة فايل معناها ايه؟ فايل او دايركتري او سوكت او بايب او زي ما اتفقنا ان اي حاجة في الدنيا بنتعامل اللي بنتعامل معاها كأنها فايل. الفايل سيستم عنده تيبل اوف اي نود ستراكشرز وبيستخدم وان ستراكشر بير فايل. الاي نود ستراكشر ده بيكونتين اول ذا فايل ميتا داتا اكسبت اتس فايل نيم ولوكيشن. الاي نود ستراكشر ده وبرضه بيبوينت على الداتا بلوكس اوف ذا فايل اللي هي الكونتنتس اوف ذا فايل. تمام، وقلنا ان كل اي نود ليها ايه؟ ليها اي نود نمبر، وقلنا الاي نود نمبر از يونيك على مستوى الفايل سيستم and ايه ومهم جدا and not across the whole system، هي بس على مستوى يونيك على مستوى بس ايه الفايل سيستم. وقلنا ان زي ما كل الكلام اللي بنقوله على الفايلز ابلاي برضو على الدايركتري، يعني الدايركتري برضو ليه داتا بلوكس فيها معلومات عن الدايركتري ده وليه اي نود ليها ميتا داتا عن الدايركتري. تمام، حلو قوي. احنا قلنا كده كل حاجه عن الفايل، بس نسينا الحاجه الوحيده اللي ما قلناش عليها ايه، لسه ما نعرفش الفايل نيم والباث بتاعته فين. الحقيقه الفايل نيم والباث ار ستورد بره زي ما اتفقنا، بره الاي نود ستورد في زي ما قلنا الاي نود ما عندهاش اي معلومات عن الفايل نيم والباث، انما هي ستورد فين؟ في ستراكشر تاني اسمه دي انتري. دي انتري اختصار لدايركتري انتري، بس يعني الاسم مسليدنج شويه او اسم يلخبط شويه، لان احنا عندنا دي انتري مش بس للدايركتريز، دي انتري لكل دايركتري او فايل. المهم ايه الدي انتري ده؟ الدي انتري ده تقدر هو ستراكشر في شويه بيانات، بس اللي يهمك ايه؟ اللي يهمك انه هو مسؤول عن حاجتين. الحاجة الأولانية هو مسؤول عن إن هو بيبني الدايركتري تري أو الستراكشر بتاعك، يعني إيه؟ يعني كل ستراكشر فيه بيشاور على الشيلدرن بتوعه، كل دي انتري لها مجموعة من الشيلدرن. دي الشيلدرن دول اللي هم إيه؟ اللي هم السب دايركتريز اللي جواها والفايلز اللي جواها. وكل دي انتري ليها بيرنت اللي هو إيه؟ اللي هو عشان يبني التري. يبقى لازم نبقى عارفين اول حاجه عن الدي انتري ان انا عندي اهو دي انتري كده مثلا، ديت الدي انتري بتاعت الروت، ديت ليها كام شيلدرن؟ ليها دي انتري شيلدرن اسمه هوم، وواحده اسمها اي تي سي، وواحده للمش عارف بن، وهكذا. والاقي في دي انتري تحت هوم وحاجه اسمها مثلا اليوزر اسمه توم ويوزر تاني وهكذا. يبقى كل دي، وبعدين تحت اي تي سي في فايل يبقى ما موجود له برضو دي انتري. يبقى الدي انتريز متركبه، عشان كده هنلاقي فيها كل دي انتري ليها مجموعه من الشيلدرن او السب دايركتريز، وليها ايه؟ كل دي انتري برضو ليها ايه؟ بيرنت واحد. تمام، دي اول حاجه انها بتبني لي الدايركتري ستراكشر. الحاجه الثانيه وظيفه الدي انتري ايه؟ انها بتعمل مابنج ما بين الفايل نيم و الاي نود نمبر. يبقى الدي انتري مسؤوله عن انها فيها برضو الفايل نيم ده اسمه ايه والاي نود نمبر ايه. يبقى انا كده ركبت باث على اسم على اي نود نمبر، والاي نود فيه البيانات، وبعدين الاي نود بتشاور على مين؟ على الداتا. يبقى زي ما قلنا ال دي انتري ستراكشر فورمز ذا دايركتري تري، وادي اكزامبل هنشوف بيتعمل ازاي. فمثلا انا عندي فايل اسمه ايه؟ عندي فايل اسمه ماي فايل دوت تكست. تمام، ماي فايل دوت تكست ده عباره عن ايه؟ طالع من سلاش هوم سلاش ايه العرباوي سلاش ماي فايل دوت تكست. طيب يبقى ايه؟ هيبقى تعالى نشوف الدايركتري تري بتاعتي. في عندي ايه؟ هيبقى عندي دي انتري مسؤول عن مين؟ مسؤول عن السلاش الاولانيه اللي هو الروت دايركتري، مش احنا قلنا كل دايركتري ليه دي انتري؟ فدي اول واحده. تمام، وزي ما اتفقنا ده دايركتري، يبقى ايه؟ يبقى هلاقي انه ليه سم اي نود انا مسميها نمره اكس دلوقتي، طبعا هي مش بقى اكس هي بقى رقم، انا ما يهمنيش الاي نود بتاعته دلوقتي فمش هتكلم عنها كتير.
انما هلاقي عندي ايه؟ هلاقي عندي دي انتري تانية اسمها هوم. ليه؟ عشان دي مسؤولة عن الدايركتوري اللي اسمه هوم. طب الهوم ده مين البيرنت بتاعه؟ البيرنت بتاعه هو الروت، عشان كده السهم ده. طب مين الشيلدرن بتوعه؟ يبقى ده يبقى السلاش اللي هو الروت، واحد من الشيلدرن بتاعه هوم، وبعدين هوم بيشاور ايه؟ البيرنت بتاعه. ونفس القصة بقى هلاقي ان انا عندي دي انتري بعد كده اسمها ايه العربوي، برضو هي child من هوم وبتشاور على البيرنت بتاعها، وكل واحدة فيهم عندها ايه؟ its own inode. بس انا مش interested في الاينود كونتنت بتاعتها، فانا عشان كده مش حاططها في الرسمة. تمام، وصلنا كده خلصنا ايه؟ الباث بتاعي. يبقى انا كده خلصت ديت والهوم وايه العربوي. فضل لي مين؟ الفايل. الفايل برضه ليه دي انتري؟ اه ليه دي انتري برضه طبعا. يبقى فايل اسمه ماي فايل دوت تكست ليه دي انتري. تمام، وليه ايه؟ وتركيبة البيرنت والشايلد. بس الفايل بعد كده مش هلاقي ليه تشيلدرن، هيبقى اللي مفيش ليه تشيلدرن خلاص. لما الاقي ان انا لو انا ليه اكسس على الدي انتري بتاعت ماي فايل دوت تكست، اقدر اعرف المكان بتاعها في البارتيشن؟ اه طبعا اقدر. عن طريق ازاي؟ عن طريق ان انا اشوف مين البيرنت بتاعها، ده مين البيرنت بتاعها، ده مين البيرنت بتاعها. طب بلاش، انا لو عندي هنا واعرف اوصل، اه طبعا اعرف عن طريق ده الشيلدرن وهكذا. يبقى اذا الدي انتريز وتركيبتها ديت خلتني اعرف اترافيرس او اعرف اعمل لوك اب للدايركتوري باث. دي كمان كده. الحاجه الثانيه في الدي انتري، انا عندي ايه؟ انا عندي فايل نيم وعندي نود نمبر. يبقى مين اللي عملت مابينج ما بين الفايل نيم والنود نمبر؟ تمام كده ماشي. هنا بقى انا انترستد اعرف النود نمبر، النود بتاعت الفايل. هنبص عليها كده، ادي النود بتاع الفايل. طيب البيانات النود دي، اول حاجه عارفين رقمها هيبقى كام؟ اه رقمها هو الرقم اللي هنا، هو نفس الرقم اللي هنا. طبعا دي بتبقى رقم مش حرف، بس انا ايه حطه كده كرمز. وبعدين جوه في ايه؟ الميتا داتا اللي احنا اتكلمنا عنها من شويه. وفي ايه تاني؟ في كمان بعد كده اهو بوينترز للداتا بلوك بتاعتي اللي جوه الاستورج بتاعي. تمام؟ فده الفايل. يبقى انا كل الفايل لازم ابقى عارف على طول ايه؟ هو ثلاث حاجات: دي انتري، اي نود، داتا بلوك. واصلين كده مع بعض، بيشاوروا على بعض بهذا الشكل. ده تركيبة الفايل جوه الفايل سيستم بتاعي. تمام، احنا كده وصلنا لايه؟ ان احنا عرفنا المعلومات دي. يبقى انا دلوقتي لما احب اشوف بقى الصورة كاملة كاملة كده، مش بالنسبة لفايل واحد، بالنسبة لكده، هلاقي عندي حاجة عندي اسمها الدي انتري كاش، اللي هي مليانة مجموعة من الدي انتريز، وكل دي انتري طبعا فيها بيانات كتيرة زي ما اتفقنا وكده. بس الخلاصة انها ايه؟ بتنقل لي من فايل نيم الى اي نود نمبر. وبعدين عندي اي نود تيبل، في الاي نود نمبر ده هو الاندكس بتاعه. تخش هنا تلاقي ايه؟ الاي نود بتاعتك بقى فيها البيانات، الفايل تايب والبرميشنز، و زي ما اتفقنا اليوزر اي دي والجروب اي دي اللي هم الاونر بتوعي، والسايز والتايم ستامبس، وفي الاخر في مجموعه من البوينترز بتشاور على ايه؟ على الداتا بلوكس. يبقى هو ده ايه؟ ده تركيبه الفايل سيستم ميتا داتا اللي عندي. ان شاء الله في محاضره ان شاء الله في المستقبل هنتكلم عن الفايل سيستمز بقى بالتفصيل وانواعها وكده، لان مش كل الفايل سيستم بتبقى زي بعضها في التعامل. انما الكلام اللي بيتقال النهارده ابلاي على اي فايل سيستم، ده ستاندرد، اي فايل سيستم هاز تو ايه في الاخر تو فولو. طب عرفنا كده شويه حاجات نظريه نعرف الدنيا ماشيه ازاي. طب تعالوا نشوف، هل اللينكس كوماند بتديني فيزيبيليتي شويه على الكلام ده؟ هل انا اقدر اعرف شويه حاجات؟ يعني مثلا اعرف اقدر الفايل اعرف الاي نود نمبر بتاعه كام؟ تعالوا نشوف. ففي عندي لينكس كوماند، احنا عارفين امر ال ls ده، احنا يعني شبعنا منه. ال ls اللي هو بيدسبلاي الفايلز في الكرنت دايركتوري اللي انا فيه، وخدنا ls minus a ls minus l واتعاملنا معاه كتير، وارجو يعني ان انتوا تكونوا جربتوها بنفسكم. انما احنا النهارده هناخد ايه؟ هناخد ls minus i. i جايه من كلمه i node.
ده بيعمل ايه؟ ده ال اس ماينس اي ده بيليست لي الفايلز اكن زي ال اس، بس يحط لي جنب كل فايل ايه الاي نود نمبر بتاعه. يبقى دول ايه؟ دول الاي نود نمبرز. تمام. يبقى ال اس ماينس اي بتعمل بتليست الفايلز وتشو الاي نود نمبر بتاعها كام. تمام. طب زي ما احنا خدنا المره اللي فاتت ان انا ممكن يبقى عندي اوبشنز واقدر اميكس، يعني اقدر اقول له ايه ال اس ماينس اي وماينس ال عشان يعمل لي ليست، او ال اس ماينس اي ال يعمل لي ال كده. يبقى ال اس ماينس اي ال هيعمل لي دي. انا لو انا خبيت الجزء ده يدي ال اس ماينس ال. تمام. ده اللي احنا شفناه من محاضرتين. انما ال اس ماينس اي ال خلاني كمان بقى بيظهر لي ايه دلوقتي؟ بيظهر لي كمان الاي نود نمبر الخاصه بيه، يا فايل او دايركتوري. معنى خلي بالكوا عشان بس واحد يقول ايه احنا ليه بنعرف التفاصيل الداخليه ديت، ما احنا مالنا بقى شغال ازاي من جوه؟ بدليل انها مهمه ان هو عامل لك انك انت تعرف تجيب الرقم. فعشان كده اهو هي مش مهمه يمكن لليوزر اللي بيعمل حاجه بسيطه، بس بعد كده هتكتشف انها لا من الحاجات المفيده جدا في بعض الاحيان. تمام. يبقى انا عرفت كده الايه الاي نود نمبر بتاعت اي دايركتوري او فايل. زي ما اتفقنا الاي نود في اي نود لاي دايركتوري او اي فايل. طيب تعالوا موف اون. ده يبقى احنا كده عرفنا امر الاس وايه الاس ماينس اي ال او الاس ماينس اي وكده. في امر تاني اسمه ستات. تقول له ستات على فايل معين. بيعمل ايه الستات؟ الستات بضيفته ان هو يشو يو دي ستاتس انفورميشن بتاعت الفايل، يعني كان زي ال اس ماينس ال كده بس معلومات اكتر شويه. ده تعال نشوف كده مثلا هيعمل ايه هنا. ها مثلا عملت ستات لفايل اسمه لوج عندي. ايه بقى؟ قال لي بقى شويه بيانات كتير قوي عنه. قال لي اسم الفايل اسمه لوج، السايز بتاعه كذا، في كام بلوك. تمام. سيبنا من ديت. It's a regular file، يعني ده مش directory ولا حاجة، ده regular file. موجود على أنهي، سيبنا من الديفايس دلوقتي. الـ inode number بتاعي كام؟ وبعدين أنا طبعًا بسكيب الحاجات اللي إحنا ما خدناهاش لسه. الـ user ID اللي هو اليوزر، يعني أنا اليوزر بتاعي إيه العرباوي، وده الرقم بتاعي على الماشين 1001. وبرده هنا الجروب اي دي، دي جروب باسمي ودي الايه الجروب اي دي، يعني سواء برقم او ليها اسم. وبعدين الاكسس، الفايل ده اخر مره اكسس امتى، اخر مره موديفايد امتى، اخر مره اتكريت امتى، وهكذا. دي قصه الايه قصه حياه الفايل. فدي ايه ده الستات لو انت عايز تجيب تفاصيل اكتر عن ال اس ماينس اي سوري ماينس ال. طيب ده امر ايه الستات. في امر تاني عايزين نتكلم عليه، سواء ال اس او الستات كانوا بيكلموا عن الفايل. الامر دي اف ده برضو من الاوامر المفيده قوي اللي بيتكلم عن الفايل سيستم على بعضه. يعني ايه؟ يعني انت مثلا عايز تعرف عايز تعرف الهارد ديسك بتاعك فاضل فيه قد ايه، لود مليان لغايه قد ايه. تمام. عايز تعرف مثلا الفايل الهارد ديسك بتاعك اتملى قد ايه، فاضل فيه سبيس قد ايه. فانت لما بتتكلم عن الهارد ديسك مقصود بيها هنا البارتيشن. تمام. والبارتيشن يعبر عنها فايل سيستم. فالدي اف بيشو الفايل سيستم ديسك سبيس يوتج. فلما تقول له دي اف، انا مثلا عندي هنا مش هجو ثرو اول التفاصيل عشان اجو، بس هتلاقي هنا عندي ده كل فايل سيستم ليه ريكورد. يهمني ايه ده ايه سلاش ديف سلاش اس دي اي 2 لو تفتكروا قلت لكم ايه ده الديفايس بتاعي. اتفقنا قبل كده ان كل فايل سيستم او كل حاجه هيبقى ليها ديفايس، والديفايس ده دايما طالع من سلاش ديف، هنتكلم برضو عليها ليتر. تمام. طب انا بيبقى عندي ديفايس، ازاي بعرف موقعه فين في التري؟ اسمها الماونت بوينت. لو تفتكروا اول محاضره اتكلمنا عن موضوع الماونت بوينت، فده اهي الماونت بوينت. يبقى ده ماونتد في الروت، ده اسمه ايه؟ ده الروت فايل سيستم
اللي هو البرايمري فايل سيستم، لو انتوا فاكرين ايه اول محاضره اتكلمنا عليه، ده البرايمري فايل سيستم او كانه. طيب كام حجمه قد ايه عشان عايزين نعرفه فاضي ولا ملا. البارتيشن ديت اللي هي مسؤول الروت فايل سيستم، هنكتشف انها السايز بتاعها ان 1 كيلو بلوكس، دي حوالي 100 جيجا، ده اللي هو الايه الهارد ديسك ده 100 جيجا او البارتيشن دي 100 جيجا. يوزد منها قد ايه كذا، حوالي مثلا 15.7 جيج، وافيلبل ايه حوالي 77 جيج، ويبقى ده البرسنتج يوزج 17%. واخر حاجه زي ما اتفقنا ايه هي ماونتد فين، فديت الروت فايل سيستم، فالروت فايل سيستم دي بقى طبعا ماونتد عند الروت، لان بعد كده كل حاجه بتطلع ايه من. نشوف واحده تانية مفيده، وليكن هلاقي انا عايز اسكيب الحاجات اللي انتوا ما خدتوهاش، بس برضو مثلا دي ايه ده مثلا يهمني، خلينا نركز على ده وخلاص على اللي هو هو. يبقى سلاش هوم دي موجوده على بارتيشن مختلف، زي ما انت كده بالظبط عندك مثلا في الويندوز، بدون اي ايه انا هخلي السي احط عليه الويندوز وهحط عليه اللي هي بقى البروجرامز، انما الداتا بتاعتي هحطها فين في الدي، لو الدي ده يكون يا اما هارد ديسك تاني يا اما يكون بارتيشن تانية كده. هنا نفس القصه برضه، انا عندي البارتيشن اللي هي الروت فايل سيستم الاصليه اللي فيها السيستم فايلز وكده، هي فين هنا اهي تمام، انما الفايلات بتاعتي هي الحاجات اللي هي سلاش هوم بتاعت كل اليوزر بقى، فانا سلاش هوم سلاش العربوي مثلا او سلاش هوم سلاش توم وات ايفر، دي موجوده في ايه؟ موجوده في بارتيشن ثانيه خالص تمام. طب البارتيشن بتاع سلاش هوم دي ايه نظامها؟ هلاقيها مالها؟ هلاقيها في مساحه سلاش هوم اهي، هلاقيها مستخدمه 14%، وهي حجمها كام؟ حجمها حوالي بسم الله الرحيم 750 جيجا ولا تفضل ايوه، و يوزد منها قد ايه وفاضل منها قد ايه تمام؟ تمام تمام ديت ايه اللي هو الدي اف تمام، بس ده يمكن الى حد ما مستخدمناش الاي نود. طيب عايزين نستخدم الاي نود نلاقي ايه؟ ان انا قلت له دي اف ماينس اي زي بالظبط ما قلت بقول ايه ال اس ماينس اي، دي اف ماينس اي هيكلمني عن الفايل سيستمز بس من وجهه نظر الاي نود الميتا داتا، مش من وجهه نظر الكونتنت بتاعه. فيقول لي ايه بقى على الميتا داتا هنا؟ يقول لي بص يا سيدي انا عندي برضه نفس الفايل سيستم دي نفس الحته الثانيه، بس هنا بقى مش بيقول لك في داتا قد ايه، بيقول لك انا عندي كام اي نود. الفايل سيستم لما بيتبنى في الاول خالص اللي هو بمفهوم الويندوز بنعمل فورمات للبارتيشن تمام، فهنا معناها ان احنا بنبني الفايل سيستم، ساعه الفورمات ده او البناء الفايل سيستم بيبني عدد من الاي نودز، دي بيبقى من ضمن الاوبشنز اللي انت بتعملها وانت بايه بتبني الفايل سيستم، عندك مجموعه من الاي نودز وده ما اتفقنا كل اي نود مسؤول عن فايل، فايه فهو بيقول لك هنا اهو ان انا عندي لما بنيت ده كان عندي this many اي نودز في السيستم، استخدمنا منهم دول فاضل منهم دول، يبقى استهلاكي 6% من الاي نودز. طب نخلي بالنا هنا بقى من حاجه مهمه جدا، هو امتى الهارد ديسك بتاعي او البارتيشن بتاعتي تتملى؟ يعني ايه تتملى؟ يعني امتى ما اقدرش احط عليها داتا تانية؟ الحاجه ديت اجابتها سهله، طبعا بتتملى لما الهارد ديسك يتملى لما يبقى فيه داتا مفيش مكان احط داتا تانية، اللي هي ايه؟ اللي هي الكلام اللي احنا قايلينه في السلايد اللي فاتت، اللي هو اقول له دي اف يقول لي انت استخدمت 100%. لا مش بس كده، في حاله تانية ان الهارد ديسك بتاعي يتملى ان انا ما يبقاش فاضل لي اي نودز خالص. طب افرض الهارد ديسك بتاعك فاضي بس ما عندكش ولا اي نود، هتحط فايلات ازاي؟ تمام، يبقى الهارد ديسك يا اما بيتملى نتيجه ان الداتا كونتنت ملت الداتا بورت، او ان خلاص خلصت الاي نودز تمام. يعني انا ممكن اعمل ايه؟ انا ممكن اعمل لك برنامج يعمل لوب تلف مليون مره، تعمل تاتش لفايلات
فاكرين الامر تاتش ده خدناه المحاضره اللي فاتت. التاتش ده يعني بيكريت فايل السايز بتاعه زيرو. يعني ايه فايل بقى دلوقتي احنا فاهمين يعني ايه فايل الفايل السايز بتاعه زيرو؟ يعني فايل ليه دي انتري وليه اي نوت بس ملوش داتا بلوك، ما فيش داتا فملوش داتا بلوك، ده اسمه فايل السايز بتاعه زيرو. لو انا عملت let's say مثلا ان في حالتي هنا انا عندي 6 مليون وربع اي نوتس في ال 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 اهي جبت الرقم منين عشان لو حد مش واخد باله. الاول واحد ده عندي 6 مليون وربع اي نوت. نفترض ان انا عملت اللوب ديت عملت 6 مليون وربع مره تكريت امتي فايلز. سؤال لو عملت دي اف هلاقي فيه سبيس ولا مش هلاقي سبيس؟ هلاقي الهارد ديسك 0% يوسج فاضي خالص. طيب لو انا حبيت اسيب عليه فايل صغير هعرف اسيبه ولا لا؟ لا مش هعرف. ليه؟ لان الاينوس خلصت. يبقى دي في طريقتين ان انا املى الهارد ديسك، يا اما اخلص الداتا سبيس يا اما اخلص الاينوس بتوعي. عشان كده عاملين دي اف ماينس اي علشان نعرف احنا استهلكنا قد ايه من الاينوس. تمام. يبقى احنا كده خدنا مجموعة من الأوامر بتشو الاي نودز واستخدامها وهكذا. طيب دلوقتي احنا عندنا تخيل للدنيا ماشية ازاي في الفايل سيستم. تعالوا بقى نبص على الاوبريشن اللي احنا عارفينها اللي هي الكوبي والموف والرينيم ومش عارف ايه، بس نشوفها بقى من منظور تاني احنا ناس فاهمة بقى وعارفة تفاصيل ازاي ايه اللي بيحصل. طب تعالوا نشوف الكوبي مثلا. ده ايه؟ ده فايل. اخر مره بقى نقولها عشان ما ايه ما نطولش. الفايل ايه؟ الفايل ثلاث حاجات، عباره عن مجموعه من البلوكس او الداتا بلوكس، دي الكونتنتس بتاعه الفايل، في اي نود ستراكشر مسؤول عن تفاصيل الفايل من ناحيه البيانات بتاعته، وفي بوينترز بتشاور على الداتا بلوكس، وفي عندي دي انتري structure ده مسؤول عن انه يماب يعمل يبني لي تري اعرف فبعرف مكان الفايل ده فين، ومعناه ايه كمان انه بيكونفرت من الاسم الى اي نود نمبر. فدي انا عرفتها خلاص ماشي تمام كده. لو انا عايز اكوبي الفايل ده في حته ثانيه، يعني كوبي الفايل يعني ايه؟ يعني في فايل كونتنتس هتبقى في مكان ثاني، وبالتالي هيبقى لازم يبقى ليها اي نود جديده ولازم ليها دي انتري جديدة. طبعا دي انتري جديدة لان ده فايل تاني، اكيد ممكن يكون ليه اسم مختلف، ممكن يكون مكانه حتة تانية، فلازم ليه دي انتري جديدة وليه اي نود جديدة وليه فايل كونتنت جديدة. يبقى انا اكني لما يبقى انا لما بكوبي الفايل اكني باخد الكل ده بعمل نسخة تانية منه وابني ده. تمام. طيب لو انا عايز ارينيم الفايل، فكر كده الرينيم الفايل، هل انا محتاج اغير الداتا كونتنتس؟ لا. هل انا محتاج اغير الاي نود؟ يبقى انا رينيم الفايل. هل انا محتاج اغير الداتا كونتنتس؟ لا. ولا الاي نود؟ الاي نود ملوش دعوه بالاسم. طيب هل انا محتاج اغير التري ستراكشر بتاعي؟ لا. يبقى انا الدي انتري هتفضل في مكانها. امال ايه اللي محتاج اغيره؟ بس محتاج اغير الاسم جوه الدي انتري. تمام. يبقى انت لو عملت رينيم للفايل وعملت له ls minus i قبل الرينيم وبعد الرينيم، هتلاقي الاي نود نمبر هيختلف ولا مش هيختلف؟ المفروض ما يختلفش لان الاي نود هي زي ما هي، كنا في الامر بنغير بس بنشيل النيم ده ونحط اسم جديد. ده يبقى ايه؟ ده الرينيمينج افايل. طيب لو انا عايز اعمل موفينج افايل، طب موفينج افايل دي بقى نفكر شويه. والله لو انا within تعالى نشوف الفايل الاول بتاعي اهو. لو انا عايز اموف ا فايل، يعني ايه اموف ا فايل؟ يعني انقله من مكان الى مكان. تمام. يبقى ايه؟ افكر الاول لو انا في نفس الفايل سيستم، لو انا ايه في نفس الفايل سيستم، يبقى انا مش محتاج انقل الداتا كونتنت ولا محتاج انقل الاي نوت. انا كله في الامر محتاج ايه؟ محتاج اغير مكان الفايل، وممكن اغير اسمه بالمرة زي ما انا عايز. يبقى كل اللي انا محتاجه ايه؟ كل اللي انا محتاجه ان انا امسح الدي انتري ديت لان اتمسحت من المكان ده، اكريت دي انتري جديدة
بدايركتوري ستراكشر جديد وباسم جديد، واخليها بوينت على ايه؟ على نفس الاي نود. يبقى ده الايه؟ موفينج ا فايل ويزين ذا سيم فايل سيستم. تمام. طبعا يعني ايه بوينت؟ يعني عشان بس ما نتلخبطش، يعني ايه السهم ده؟ السهم ده بس معناه ان الرقم اللي هنا هو نفسه الاي نود، هو نفسه النمبر بتاع الاي نود ديت. تمام ماشي كده عرفنا ايه موفينج فايل. طيب السؤال الجاي، طب لو كانوا مش على نفس الفايل سيستم، انا عندي تو فايل سيستم، فعندي الفايل اهو اولاني وموجود في فايل سيستم 1 وعايز انقله ايه لفايل سيستم 2. طب ما احنا دي متعودين عليها، ما احنا عارفين لو هو مثلا بنقل الفايل من الهارد ديسك للفلاشه محتاج انقل الكونتنت ولا لا؟ طبعا محتاج انقل الكونتنت، وبالتالي محتاج انقل الاي نود، ومحتاج انقل الايه النيم سوري اللي هي الدي انتري بتاعتي. طب هل الكلام، طب لو انا عندي على نفس الهارد ديسك، لو انت بتنقل فايل من الويندوز حتى من السي للدي، هل هيتنقل ولا كفايه تغيير تحط دي انتري جديده؟ لا محتاج يتنقل. اذا لما بنقل بتوين فايل سيستمز هلاقي ان انا ايه بنقله تقل تمام، بمسحه من اول جزء، بمسحه من الفايل سيستم ده وبكريته في الفايل سيستم ده. يبقى انا كده اتكلمنا عن كوبينج ورينيمينج وموفينج. تمام، ناخد بقى كونسبت جديد وهو ايه اللي هو اسمه لينكينج فايلز. ازاي نبني لينكس لفايلز؟ يعني ايه لينكينج فايلز؟ يعني انا عندي فايل مثلا اهو، ومش مش هشرح بقى معنى الصوره ديت ايه، انتوا المفروض عارفينها خلاص، بس الفايل ده اسمه ايه سلاش يوزر سلاش شير سلاش ريزلتس لوج. ده فايل، انت الفايل ده عايز نسخه منه مثلا، ليتس سي مثلا الفايل ده انت عايز تعمل الابلكيشن بتاعتك بترنها في الهوم دايركتوري بتاعك، وعايزه تبقى شايفه الفايل ده لانها هتقراه وهتاخد منه بيانات، هتعمل مثلا بارسنج لبيانات جواه وتقرر انها مثلا تعمل اي حاجه بيها. تمام، ده اللوج بتاعك وعايز تقراه. اللي هيحصل ايه؟ اول اختيار انك تكوبي الفايل ده عندك، فده ايه اول اختيار. المشكله بقى عندك نسختين، وممكن النسختين تكتب في واحده حاجه والتانيه ما كتبتش فيها، يبقى مش عارف مين فيهم اللي صح ومين فيهم الغلط والدنيا تتلخبط. زائد انك انت كده بقى عندك ايه؟ بقى عندك نسختين، يعني الهارد ديسك في منه نسختين. ايه الحل التاني؟ الحل التاني انك انت تبقى عايز تعمل له شورت كات، زي ما انت في الويندوز، مش انت في الويندوز بتحتاج ساعات شورت كات، تحط مثلا برنامج تعمل له شورت كات على الديسك توب علشان لما تيجي الدبل كليك تدبل كليك على من ديسك توب، وبدل ما تروح تقعد تدعبس وراه هو موجود في اي دايركتوري. هنا نفس القصه، انا عايز اعمل شورت كات للفايل ده. فالاكشن من اي من اول اي فنعمل اللينكينج دي ازاي؟ دي هنشوفها دلوقتي. والحكايه ديت موجوده من زمان خالص، من ايام اوائل ايام اليونكس اللي هي بيعملوا اللينك. نعمل ايه؟ انا يبقى انا اتفقنا ان انا مش عايز اعمل فايل جديد، يعني مش هغير الايه الفايل كونتنتس، ومش هغير الاي نود، لان هو نفس الفايل. طب ما انا اعمل ايه؟ لا انا كله وعايز انا مش بعمل موف للفايل ولا بعمل كوبي، فانا هحافظ على الدي انتري ديت. انما كل اللي محتاج اعمل ايه؟ محتاج اعمل دي انتري جديده اللي هي اسمها مثلا سلاش هوم سلاش اي عرباوي اي دوت لوك، او دي انتري تري جديده، واخليها بوينت على نفس الاي نود. يبقى انا عندي ايه؟ يبقى فيها نفس الاي نود نمبر بتاع الايه الفايل ده. تمام، يبقى انا كده عندي عشان اعمل دي اسمها ايه؟ اسمها هارد لينك، ودي مشهوره جدا من ايام يونكس، اول ما عملوا يونكس اسمها. وهو ده السبب على فكره ان هم فاصلين ما بين الفايل نيم وبقيه الاي نود ستراكشر. هو لو كان الفايل نيم جوه الاي نود ستراكشر ما كانش عمرك هتعرف تخلي نفس الفايل وليه اسمين او ليه مكانين.
فالسبب ان هم قالوا لا نخلي الدي انتري اللي بتحدد اللوكيشن بتاع الفايل واسمه نخليها في حته، وبقيه البيانات في حته، علشان يبقى عندي اقدر يبقى عندي فايلين في مكانين مختلفين او في نفس المكان زي ما انا عايز، والاثنين بايه عندهم البوينت الاي نود نمبر ذا سيم. تمام؟ طيب فدي اسمها ايه؟ هارد لينك. تمام كده اتفقنا. يبقى الهارد لينك هي ايه؟ شويه سامري الكلام اللي قلناه، احنا زي ما بيقولنا اهو الديسيجن نوت انكلودنج الفايل نيم والباث في الاي نود كان عشان ايه؟ عشان نعرف نعمل حكايه الهارد لينك ديت. فديت ايه كانت مقصوده لهذا الهدف. تمام؟ يبقى الهارد لينك دي موجوده من زمان خالص، من اول اوائل اليونكس. والهارد لينك هي عباره عن ايه؟ هي مش فايل، هي مش فايل جديد، يعني مفيش ولا كونتنتس ولا اي نود. تمام؟ هي نفس الكونتنت نفس الاي نود، امال ايه؟ جاست ان اديشنال دي انتري بالنيم والباث الجديد. طبعا زي ما بقول لك اديشنال دي انتري ممكن يبقى لو ليها باث يبقى ايه كل حته في الباث ليها دي انتري بتاعتها، المهم باث مختلفه باسم مختلف، وفي الاخر الاي نود نمبر هو نفس الاي نود نمبر بتاعي. تمام؟ يعني ايه؟ يعني انا لو انا حطيت الفايلين دول حطيتهم في نفس الدايركتوري وبعدين قمت عامل ls minus i هلاقي فايلين، ولما ابص على الاي نود نمبر هلاقي الفايلين ليهم نفس الاي نود نمبر. يبقى دول ايه؟ دول الفايلين الاثنين بيشاوروا على نفس الاي نود نمبر. يبقى انا عندي كده ده تمكنني من ان عندي فايلين سوري عندي فايل واحد ليه اسمين، او ممكن او ليه اسمين وممكن يكونوا في مكانين مختلفين، فده مكنتني منه مين؟ الهارد لينك. فلو نبص بقى على حاجه احنا كنا طنشناها واحنا بنعمل في محاضره اللي هي قبل اللي فاتت، عملنا ال اس ماينس ال العاديه، نبص ان على الرقم ده احنا كنا ايه؟ كنا مهملينه في المره اللي فاتت. ايه دول؟ دول الهارد لينكس بتاعتي. تمام؟ ده نمبر اوف هارد لينكس. يبقى هو هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان دولت هما الهارد لينكس كاونت بتوعي. يبقى الديسك توب ليه اتنين هارد لينكس، معناها ايه؟ معناها ان ليه مكانين اتنين حاجتين بيشاوروا عليه، دوكيومنتس ليه تلات حاجات بيشاوروا عليه، وهكذا. الاي نود بتاع الديسك توب ليها اتنين دي انتريز بيشاوروا عليه، بتاع الدوكيومنتس ليها تلاتة دي انتريز بيشاوروا عليه، الفايل اللي اسمه examples دوت ديسك توب ليها دي انتري واحدة بتشاور عليه، وهكذا. ولو تفتكروا الرسمة ديت احنا كنا اتكلمنا عليها في محاضرة اتنين، كنا ايه وكنا بس ايه كروتنا ما اتكلمناش على الحتة ديت عشان كنت مأجلها هنتكلم عليها النهاردة. يبقى ديت ايه؟ number of hard links للفايل. اتفقنا؟ تمام. يبقى احنا كده اتعرفنا كويس، عرفنا يعني ايه الهارد لينك. طب كويس قوي ممتاز، يلا نشتغل بقى بالهارد لينك وكده. هنكتشف في مشكله الهارد لينكس فيها مشاكل. ايه بقى المشاكل؟ اولا محدش اليومين دول بيستعملها، مش هتلاقي حد قوي بيستعملها، يعني بلاش نقول الجملة دي جملة قوية شوية، استعمالها قليل جدا اليومين دول. مش هتلاقي واحد يقول لك ايه يبقى اعمل لي هارد لينك للفايل الفلاني، لان يعني فيها مشاكل. ايه بقى المشاكل؟ اول حاجة الاقيها applicable only to files and not directories. يعني ما ينفعش تعمل عندك يبقى في مثلا دايركتوري معين وانت تلينك ليه في حتة تانية. ليه يعني؟ في الحقيقة اول ما عمل الهارد لينكس دي ما كانتش ليميتيشن، يعني الهارد لينكس اول ما اتعملت كان فيها فايلز عادي، بس المشكله ان هم لقوا في مشكله بعد كده، يعني بعد ما عملوها لقوا في سكيورتي هازارد او سكيورتي هول، لقوا ان في سيتويشنز معينه بتعمل لوبس بين الدايركتوري، يعني الدايركتوري تقعد تشاور على بعضها في لوب، فيجي حد اللينكس كيرنل يحاول يمشي ثرو اللوب ديت يخش في انفينيت لوب فبيبوظ الدنيا. فعشان كده اهو قالوا ايه ما لقوش ما عرفوش يحلوها، فقالوا خلاص يبقى نلغي
الدايركتري من الهارد لينكس. يبقى اول مشكله هي ان ممنوع تحط يعني مش هيجيلك انيبلنج انك تحط دايركتريز في باستخدام الهارد لينكس، فدي بتليمت يو. لان ساعات مثلا انت عايز بقى البرنامج بتاعك مش عايز ياكسس فايل اسمه حاجه دوت لوج، ده هو عايز ايه، عايز مثلا الفولدر اللي بيتحط فيه اللوج فايلز يبقى مثلا في الباث بتاعه، فانت كنت تبقى محتاج تحط الفولدر ده لينك ليه في حته تانية، دلوقتي ما تقدرش تعملها. تمام. طيب ايه المشكله الثانيه؟ doesn't work across file systems. ليه؟ طب المفروض انتوا عارفين، مش احنا قلنا ازاي تعمل لينك انك انت يبقى عندك اتنين دي انتريز فيهم نفس الاي نود نمبر؟ تمام. مش قلنا برضو ان الاي نود نمبر دي يونيك بس على مستوى الفايل سيستم، وان انت لو في اتنين ممكن يبقى عندك لو اتنين فايل سيستمز يبقى فيهم نفس الاي نود نمبر بتشاور على فايلين مختلفين؟ تمام. يبقى انا ما ينفعش بما ان نقطة اللينكينج هي الاي نود نمبر، ما اقدرش ان انا ابقى حاطط الفايل الاصلي في حتة واللينك في فايل تاني في بارتيشن تاني. طب وايه المشكلة؟ المشكلة ان اللينكس زي ما اتخذنا بقى ايه اول محاضرة في الكورس خالص، اللينكس عنده يونيفايد هيراركي، وبالتالي اليوزر العادي مش حاسس بالفروق ما بين الفايل سيستمز، هو في الاخر عنده ايه روت وتحت منه هوم واي تي سي وبن واس بن وهكذا، فهو شايف تري واحده بس، يجي يعمل لينك مره تشتغل ومره ما تشتغلش، لان بالصدفه مره دي على نفس الفايل سيستم ومره مش على نفس الفايل سيستم، فبتعمل مشاكل كتيره جدا. فايه فالاي نود نمبر، بما اننا بنعتمد على الاي نود نمبر وان هو الاي نود نمبر از اونلي يونيك وذين ذا سيم فايل سيستم، وبالتالي ايه we cannot link a file، يبقى الفايل في حتة واللينك بتاعته في حتة تانية. المهم الخلاصة يعني ايه، ان دي very limiting ومحدش بيستعمل الهارد لينك دي anymore غير في بعض الحالات القليلة جدا. طيب امال بيستخدموا ايه؟ عملوا حاجة جديدة بتتلافى العيوب بتاعة الهارد لينكس، فسموها ايه؟ السيمبوليك لينكس. تمام. يبقى ايه؟ يبقى انا اتعرفت الهارد لينكس ده كان موجود من زمان جدا في اليونكس سيستم، وكان متصمم الفايل سيستم وفاصلين الدي انتري عن الاي نود لهذا السبب، طلع فيها مشاكل، الناس دلوقتي سويتشت الى ايه السيمبوليك لينكس. ايه بقى السيمبوليك لينكس؟ تعالوا نشوف تركيبتها عامله ازاي. تاني ده اللي قدامي ده ادي الايه الفايل بتاعي، وبرده اللي هو سلاش يوزر سلاش شير سلاش ريزلتس دوت لوج، وانا عايز لينك ليه لحاجه عندي في الهوم دايركتوري بتاعي، فهعمل ايه؟ عايز عايز احطه في سلاش هوم سلاش ايه العرباوي سلاش ايه دوت لوج، وهفترض ان هما في تو ديفرنت فايل سيستمز، زي مثلا الكمبيوتر اللي انا بتاعي كنت موريتكم تو فايل، عملنا دي اف كان في السلاش يوزر في الروت فايل سيستم بس سلاش هوم ده مش عارف ايه ده كان في فايل سيستم مختلف خالص. تمام. اعمل ايه؟ لا انا هعمل فايل جديد خالص، فايل جديد خالص بليه باث جديده خالص مخصوص لللينك، يبقى الفايل ده اسمه ايه؟ اسمه ليه دي انتري وليه اي نود وليه فايل كونتنت ليه بلوك كمان. تمام. ده فايل جديد خالص، كل ما في الامر ايه ان جوه البلوك، تمام، جوه البلوك بتاعي هكتب ايه؟ هكتب الايه الحاجه دي البيانات دي هكتبها هنا، وهنا هقول له ان دي ايه؟ هقول له ان دي سيمبوليك لينك. مش احنا قلنا في هنا حاجه اسمها المود؟ المود بتاعي بدل ما هو ريجولار فايل المود بتاعي سيمبوليك لينك، فهو لما يجي يبص يلاقي المود سيمبوليك لينك يقوم ايه لو اروح ابص على الكونتنت جوه الكونتنت الاقي ايه مكتوب لي سلاش يوزر سلاش شيرد سلاش ريزلت دوت لوج، يبقى معناها ايه؟ معناها ان الفايل ده اكشلي ات ويل لينكينج ليه؟ ده هو عباره عن لينك للفايل ده. تمام. يبقى احنا زي ما احنا قلنا ايه كده اهو، تمام كده خلاص. فهو ده الايه النيو ثينج اللي هو اسمه السيمبوليك لينك. يبقى السيمبوليك لينك يختلف ايه بقى عن الهارد لينك؟ يختلف انه ده مش، لو تفتكروا الهارد لينك كان بس دي، يعني كده الهارد لينك كان بس دي،
وكانت بتشاور فين؟ كان بتشاور هنا على الاينود على طول، نتيجه ان الاينود نمبر كده. فانا كيوزر واقف هنا ما بقاش عارف هو انا ده الفايل الاصلي ولا انا لينك ليه ولا ايه، انا مجرد دي انتري بتشاور على فايل. انما انا في حاله السيمبوليك لينك فانا عندي فايل كامل متكامل، ومش بشاور بالاي نود نمبر، انا بشاور بايه؟ بشاور بالباث، بالفايل نيم كله بكتبه هنا. تمام؟ بعد ما عملوا الكلام ده لقوا بس ان ايه، ان هي لحد ما بطيئه شويه، ان هو عشان يعرف الباث لازم يروح يقرا الداتا بلوك. ففي حاجه تانية اسمها فاست سيمبوليك لينك، يعني دي اختلاف صغير، ان هو بدل ما يحطها في الفايل كونتنت هيحط الايه الباث دي فين؟ في الاينود على طول. ف بيشيل الفايل كونتنت ويكتب البيانات على طول فين؟ في الاينود. يعني بقى في فيلد في الاينود هنا هيبقى مكتوب فيه سلاش يوزر سلاش شيرد سلاش مش عارف ليزر استطلاق، بحيث ان انا اول ما بشوف بلاقي ان ده المود بتاعه انه لينك، بدل ما اروح اقرا الداتا بلوك بقرا البيانات دي اوف من الاي نود ستراكشر، واروح ايه اجامب اجيب الفايل بتاعي. تمام، ده الاثنين شغالين. طبعا في حالات بينفع فيها دي وفي حالات بينفع فيها دي. يبقى نقول سامري للكلام اللي احنا قلناه. A symbolic link هي introduced to fix the problems of hard links. Symbolic link مش مجرد دي انتري، لا ده فايل كامل متكامل خالص، في دي انتري وفي اي نود، وعادة بيبقى فيه كمان داتا بلوك. الجوه الاي نود بحط ال المود بتاعي set to l عشان اقول ده symbolic link، ده مش فايل عادي. فالكرنل وهو بيتعامل مع الاي نود ستراكشر عارف ان دي لينك. وبعدين في تو امبلمنتيشنز، في السلور امبلمنتيشن اللي هي الداتا بلوك هو اللي جواه الباث للفايل، وفي نوع اللي هو الفاستر شويه، الحاجات دي موجوده فين؟ جوه الاي نود ستراكشر. وبيقول لك ان الفاست ده مش دايما بقدر استخدمه، لان لو الباث طويله قوي الاستراكشر ليه حدود للسايز بتاعه، فلو الباث طويله قوي فعاده لازم اشتغل على سلو، وساعات بيبقى شغال على سلو على طول، بس يعني ايه هو فاستر بس محتاج سبيس جوه الاي نود. وطبعا دي بقى كومبرومايز ما بين كذا حاجه، لان انا لو كبرت الاي نود ستراكشر يبقى معنى كده ان هياخد سبيس اكتر للاي نودز، فكل الاي نودز اللي في التيبل بتاعي لازم تاخد السبيس ده سواء استخدمته او ما استخدمتوش، في حين ان انا لو حطيت داتا بلوك ممكن يكون ايه داتا بلوك ده بس موجود للستراكشر اللي هم السيمبوليك لينكس. فالمهم كومبرومايز ما بين السرعه وما بين السبيس. ومش ودلوقتي بقى خلاص انا دلوقتي انا داخل عرفت ان دي سيمبوليك لينك، فمش هخش بقى هعرف، مش هيبقى عندي مشاكل ولا اللي هي الانفينيت لوبس، وبالتالي بقى ممكن نمبر 1 مفيش اي حاجه تمنع دلوقتي ان اللينك تبقى في فايل سيستم والفايل في فايل سيستم مختلف، ومفيش حاجه تمنع خالص ان انا اعمل لينك تو دايركتوريز. يبقى تلافيت العيبين اللي كانوا موجودين في الهارد لينكس، عشان كده دلوقتي الناس على طول بتستخدم ايه السيمبوليك لينك. فسيمبوليك لينك زي قلنا زي ما هي اتس لايك شورت كاتس ان ويندوز، يو كان هاف ات تو ا فايل اور ا فولدر. ودلوقتي لو انت عملت ال اس ماينس ال حته فيها سيمبوليك لينك هيطلع لك الشكل ده. اذا رحت دلوقتي هيطلع لك ايه حاجه كده. تمام، هيطلع لك ايه؟ يطلع لك كلهم فايلات، بس هنا يقول لك ايه ده اسمه دوك بس بيشاور على كذا 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 كذا. تمام، فانت لما تعمل ال اس يبقى هتعرف ان دي سيمبوليك لينك من حاجتين. اول حاجه في الفايل تايب هتلاقي ايه، حرف ال اهو. تمام، ده الفايل تايب. الفايلات العاديه كانت ايه؟ كان داش. والدايركتوريز لو ده دايركتوريز دي، انما سيمبوليك لينك ال. فدي اول حاجه، فعرفنا انها سيمبوليك لينك. لو دخلت جوه هتلاقي ليها لون مختلف،
انا مش بحفظ الالوان قوي، انما ايه هتلاقي كمان سهم كده اهو يقول لك ايه بتشاور على ايه. فالدنيا واضحه جدا، مجرد ال LS العاديه بتاعتنا اللي هي LS ماينس L اللي هي العاديه بتاعتنا اللي هي الديتيلد او اللونج فورمات. تمام. سؤال بقى دلوقتي انا مش هجاوب عليه وانتوا فكروا، ليه السايز بتاع سيمبوليك لينك اللي قدامنا دي 14 بايت؟ دي انتوا بقى حاولوا ايه انتوا تفكروا فيه وتقولوا لي الاجابه على الفيسبوك او على الديسكشن جروب ونتناقش فيها، ليه السايز ده 14 بايت؟ تمام. نموف اون بقى. خلاص عرفنا دلوقتي الفرق ما بين السيمبوليك لينك والهارد لينكس. تعالوا نبص بقى نتكلم على، احنا خدنا قبل كده الكوبينج والريموفينج، سوري كوبينج وموفينج ورينيمينج ولينكينج، دلوقتي فاضل ايه؟ الديليتنج. والديليتنج سواء فايلز او لينكس. لو بالنسبه للهارد لينك، انا دلوقتي عندي ايه؟ واضح ان انا عندي فايل اهو، ده الاي نود ودي كونتنتس، وفي اتنين دي انتريز بيشاوروا عليه، يبقى في كام هارد لينك هنا؟ اتنين. لو عملت ال اس ماينس ال هلاقي قدام الفايل ده مكتوب كام في النمبر فايل لينكس؟ اتنين. طب اسالكوا سؤال، مين فيهم الاصل ومين فيهم اللينك؟ تقدروا تعرفوا؟ يعني مين فيهم ده الاصلي ولا ده؟ الاجابه هي مفيش حاجه اسمها اصلي ومش اصلي، او بيبانش الفرق، يعني مش فارقه، الاثنين زيهم زي بعض. يعني انا وانس ان عملت كده بقى عندي اتنين بيشاوروا عليه، فايه زيهم زي بعض، مفيش هنا اصلي وحاجه بتشاور على حاجه. تمام. طيب لو انا جيت عايز اعمل دلوقتي، انا كيوزر شايف كام فايل؟ شايف ده فايل اهو وده فايل اهو، وهما في مكانين مختلفين، يعني حتى ممكن ما احسش انا ان ايه بيهم كده، غير بقى لو عملت ال اس ماينس اي وشفت الاي نود نمبر بتاع ده كام، وال اس ماينس اي اللي ده وشفت الاي نود كام وقارنت بين الرقمين، بس ايه فايلين. لو انا جيت وقمت ايه قررت امسح واحد منهم، هعمل ايه؟ هقول له ار ام سلاش يوزر سلاش شير سلاش ريزيس دوت لوج. يعني انا كده بحاول امسح مين؟ بحاول امسح المعلم ده. طب تعالى نشوف نمسحه ايه اللي هيحصل. هقوم مسحه، روح هتروح الدي انتري. طيب الله، انا مش عايز امسح الدي انتري، انا عايز امسح الفايل، يعني الداتا كونتنتس والاي نود وكله. لا يا حبيبي، مش هيتمسحوا كل حاجه. ليه؟ لان انا ده بيشاور على اتنين، فانا مش همسح واحد، مش همسح الحاجات دي غير لما كل الناس يتمسحوا. تمام. فدي ايه؟ فاتمسحت اول واحد. تمام، يبقى احنا عارفين ليه كده، نرجعها تاني. طب انا لو حبيت امسح العائد التانية برضو نفس القصة، ار ام تيلد سلاش اي دوت لوج، هيمسحها، هيمسح دي ويخلي لي الحاجات. تمام، يبقى احنا عارفين ليه. طب لو انا جيت قلت له بقى امسح لي الاثنين، امسح لي ده وبعدين امسح لي ده، يقوم الايه الكرنل لما يلاقي ان كده خلاص انا مسحت كل الهارد لينكس، هيمسح معاهم مين؟ طبعا مش هيسيب الاي نود والفايل كونتنتس لوحديهم، يقوم ماسح الاي نود والفايل كونتنت. يبقى احنا كده يبقى الديليشن لما انت يكون عندك هارد لينكس، لو مسحت فايل ظاهريا هيتمسح لك الفايل ده، انما هيفضل كل الكونتنت هتفضل لان بيشاور عليها ايه دي انتريز تاني، لغايه ما كل الفايلات اللي هي مشتركه في اللي بتشاور على الاي نود دي تتمسح، ساعتها نمسح ايه الداتا. ده بالنسبه للهارد لينكس. طب بالنسبه للسيمبوليك لينكس ايه بقى الوضع؟ السيمبوليك لينك اهو، ادي الفايل وادي الايه اللينك. سؤال بقى، اقدر اميز بين الفايل واللينك ولا ما اقدرش زي التاني؟ لا اقدر، لانه واضح ايه الفايل اهو وبيشاور على اي نود وفايل كام على بعضيه، ده الفايل الاصلي. انما اللينك فين؟ اللينك هي عباره عن دي انتري واي نود، واحتمال يبقى فيه داتا بلوك او مفيش، وايه وبعدين بتشاور على الباث ديت، يعني مكتوب جواها هنا سلاش يوزر سلاش شير سلاش شير سلاش لوك، يبقى انا اعرف اميز.
لو انا قررت امسح، عملت كده rm، قررت امسح اللينك اللي هي ايه، اللي هي الاضافية. طب قبل ما امسح اللينك، سؤال، وانا لازم يبقى لينك واحدة للفايل؟ هل هناك ما يمنع ان يبقى عندي كذا سيمبوليك لينك؟ لا، مفيش حاجة تمنع خالص. يعني مفيش ما يمنع ان انا يبقى عندي سيمبوليك لينك هنا كده وعلى كده، وبتشاور هنا برضو، واحدة تانية كده وكده وتشاور هنا، وبرضو في الهارد لينكس ما كانش في ما يمنع يبقى عندي اكتر من سيمبوليك لينك، سوري، هارد لينك او سيمبوليك لينك. ماشي، نرجع تاني للي كنا بنحاول نعمله. همسح اللينك، ماشي، امسح، مفيش مشاكل، اتمسحت، الفايل ما حصلوش حاجة. لو عندي 20 سيمبوليك لينك، امسح ال 20 واحدة بواحدة، الفايل مش هيحصل له حاجة، الفايل موجود. انت بتشاور زي ما بالظبط انت في الويندوز، لو انت حاطط شورت كات بتشاور على فايل ومسحت الشورت كات، الفايل هيتأثر؟ لا، مش هيتأثر. تمام. اوكي. طيب لو مسحت الفايل، يعني مسحت الشريطين ومسحت الفايل، ايه اللي يحصل؟ الله، مسحت الفايل واللينك بتشاور في الهوا دلوقتي. اللينك كده بتشاور، هل حد مسحها؟ لا، ما اتمسحتش. تمام. امال ايه اللي بيحصل؟ لان الفايل سيستم مش فاكر بقى مين بيشاور عليا، مش عارف ليه. يا عم ده ممكن يكون واحد في فايل سيستم تاني خالص بيشاور عليا، فانا اي دونت هاف ليست اوف مين اللي بيشاور عليا، مين بيلينك ليا، وبالتالي ما اقدرش اروح اقول لهم على فكره انا اتمسحت. تمام. يبقى انا بيفضل اللينك، ساعات بتسميها ايه، ساعتها بنسميها بروكن لينك. وحتى انت لما بتعمل ls لللينك دي، وتلاقيه بدل ما يعمل لك السهم كده يقول لك السهم كده، بس ايه، يعملها لك بالاحمر انها دي بروكن، ان في مشكله. يبقى انا لما بمسح الفايل في حاله السيمبوليك لينك، اي مي اند اب وذ لينك بتشاور في الهواء. طب لو جيت ورجعت الفايل ده، او حطيت فايل بنفس الاسم في نفس المكان، هيشاور عليها دايركت. يبقى هنا اللينك لحد ما مش ملازقين في بعض، يعني اللينك شايف الفايل بس الفايل مش شايف اللينك. تمام. وده احسن نتيجة ان احنا عشان نعرف نتعامل مع كذا فايل سيستم يلينكوا على بعض. تمام. طب تعالوا بقى نبص بسرعة كده على مجرد سامري كده، دي ابستراكتد فيو للهارد لينك والسيمبوليك لينك. الرسمة دي على فكرة مش اكيوريت قوي، خلينا بالنا، لان احنا مش حاطين التلاتة ليفلز، الدي انتري والاي نود والفايلز، بس ايه، مجرد رسمة كده، ان الهارد لينك الدي انتريز بتاعتي الاثنين بيشاوروا على نفس الحاجة، اللي هي هنا في حالتنا هنا الاي نود اللي بتشاور على البلوكس. وبالتالي زي ما اتفقنا ان انا ممكن يبقى عندي اكتر من هارد لينك زي ما انا عايز، اي واحدة فيهم تتمسح، ومجرد الفايل او الاي نود بتكيب تراك في كام واحد بيشاور عليا. بما انها العملية كلها كونتيند في نفس الفايل سيستم، فالفايل سيستم باني العلاقة ما بين الهارد لينك للفايل او من الفايل للهارد لينك. وزي ما اتفقنا، وانس انك بنيت هارد لينك، ما تبقاش عارف تفرق هو مين فيهم الاصلي ومين فيهم اللينك. تمام. انما في حالة السيمبوليك لينك الوضع مش كده، الانبار لو بنسميها سوفت لينك او سيمبوليك لينك، الوضع مختلف. زي ما اتفقنا ان انا عندي بشاور على الفايل التاني، والفايل هو اللي بيشاور على بقى الاي نود بتاعته وكده. زي ما اتفقنا الرسمه دي مش اكيوريت، عشان كده كاتب انها ابستراكتد فيو. انا حبيت بس ايه، عشان مش كل مره تقعد ترسم الثلاث حاجات، يبقى عندك تخيل الدنيا شكلها عامل ازاي. طيب، سؤال تاني برضو مش هجاوب عليه، فكروا انتوا فيه. Which type of link is more space efficient؟ احنا اتكلمنا عن الهارد لينك والسيمبوليك لينك من ناحيه المزايا والعيوب وكده، بس من ناحيه السبيس افيشنت، مين اللي مور سبيس افيشنت؟ فكروا فيها كده وشوفوا لها الحل. خلاص كده فهمنا اللينكينج وديليشن اوف فايلز. نبتدي بقى نشوف ايه اللينكس كوماندز اللي ريليتد للسيمبوليك لينك، ازاي نبني سيمبوليك لينك وهكذا. الموضوع سهل خالص، الامر اسمه لينك، ln جاي من لينك، هو نفس الامر بيستخدم للسيمبوليك لينك وللهارد لينك.
لو انت عشان تبني هارد لينك بتقول له ايه؟ بتقول له لينك، وبعدين تقول له الفايل الاصلي، وتقول له ايه اللينك نيم اند لوكيشن، اكنك زي الكوبي كده. فاكرين الكوبي كنت بعمل ايه؟ كوبي الفايل الفلاني للحته الفلانيه. المره دي برضو بتعمل، بس بدل كوبي بتقول له ال ان الفايل الفلاني لدي الديستنيشن او الحته الفلانيه، الحته الفلانيه باسمها. تمام، ده بيعمل لك ايه؟ هارد لينك. تمام، ده بالنسبه للهارد لينك. فده اكزامبل اهو، يبقى لينك فايل دوت لوج لهوم سلاش فايل لوج فايلز سلاش اي دوت لوج. يبقى انا كده فايل دوت لوج ده الفايل الاصلي، ايه هعمل له لينك في الحته الفلانيه. تمام تمام، ده كده ايه ده الهارد لينك. بالنسبه للسيمبوليك لينك نفس الامر، الفرق الوحيد ان انا بعمل ايه؟ بحط ماينس اس قبلها، هو ده الفرق الوحيد، انا بس بحط ماينس اس قبلها يعني سيمبوليك لينك. برضو بحط الفايل تو لينك تو الفايل الاصلي وبعدين ايه اللينك. بس نخلي بالنا من حاجه مهمه جدا عشان دي غلطه مشهوره جدا الناس بتقع فيها. ايه بقى السيمبوليك؟ وانت بتعمل سيمبوليك لينك لازم تخلي بالك انك ما تحط دايما ابسوليوت باثس. عمرك ما تحط ريلاتيف باث. ليه؟ اشمعنى؟ ما طول عمرنا قايلين الريلاتيف باث. فاكرين يعني ايه ريلاتيف باث الاول وابسوليوت باث؟ يعني انا عايز احط حاجه لازم اقول له سلاش هوم سلاش ايه العرباوي سلاش مش عارف ايه، او تلدا سلاش كذا سلاش كذا. ما احطش دوت سلاش كذا او دبل دوت سلاش كذا او اسم الفايل على طول او كده. ليه؟ لان انا لما بعمل سيمبوليك لينك، انا كني افكركم بسرعه ليه؟ انا لما بعمل سيمبوليك لينك انا بعمل ايه؟ انا بكريت فايل جديد وبكتب جواه الكلام ده. بكريت فايل جديد، والفايل الجديد ده ممكن يكون في اي مكان، وبكريته وبكتب جواه الكلام ده. فلو انا كنت حاطط ريلاتيف باث يعني معتمده انا واقف فين، طب ما الكلام ده لو انا بكتب الكلام ده ونقلت ديت في اي حته، او انا كنت حاطط اللينك ديت في مكان غير اللي انا كنت واقف فيه وانا بكريتها، اللي هيحصل ايه؟ اللي هيحصل الكتابه هنا هتبقى مش معبره، ما تقدرش تنقلني للفايل. يبقى تخلي بالك دايما وانت بتعمل سيمبوليك لينك ان دي تبقى ابسوليوت باث. فدي نخلي بالنا لان ديت من الفيري كومن ميستيكس. تمام. طيب دلوقتي سؤال وبرضه مش هجاوب عليه، وده هسيبه انتوا ليكوا انتوا تفكروا فيه. مش احنا قلنا ان الهارد لينكس مش شغال على دايركتوريز؟ مش احنا قلنا ان ما ينفعش الدايركتوريز نحط عليها هارد لينكس؟ وقلنا اسباب الموضوع ده. تمام، امال ليه لما عملت ls minus il، سيبك من الاي مش فارقه الاي، بس عملت ls ليه طلع لي الارقام دي؟ ليه كل دايركتوري عندي في كل دايركتوري عندي كل دي دايركتوريز؟ واضح انها دايركتوريز من الحته دي، حتى باين انها دايركتوري. ليه طلع لي فيهم اللينك النمبر اوف هارد لينكس كبير كده وهنا برضو؟ مش احنا قلنا ممنوع؟ ليه بقى موجوده كده؟ فكروا فيها كده ودعبسوا ويعرفوا ايه السبب. طيب تعالوا نجرب اللي احنا اخدناه في المحاضره ديت على الاوبوندو. طيب هعمل ايه انا اهو؟ انا على الهوم دايركتوري بتاعي، هقول له ميك دايركتوري اللي اسمها ليكشر 5 ليكشر 5، واروح اخش جواها. تمام، تعالوا اول حاجه نجرب نكريت شويه فولدرز ودايركتوريز علشان نعمل نشوف الاي نود نمبر. فاقول له ميك دايركتوري داير داش 1 وداير داش 2 داير داش 3 داير داش 4،
واقول له touch file dash one file dash two file dash three file dash four وهتاتش كمان فايل جوه داير داش 1 ويسميه فايل مثلا فايل داش لسه يكون 5. تمام حلو قوي كده. لما اقول ال اس اهي طلعت لدول وال اس ماينس ال الاحظ اهي. وخلي بالنا من كذا حاجه. خلي بالنا اولا من ال ان ده عملت ls minus l زي ما اتفقنا دي الدايركتوريز بتاعتي اللي هم دول دايركتوريز. نلاحظ انا اتكلمنا قبل كده عليهم بس نلاحظ دلوقتي number of hard links 2 والفايلز number of hard links بكام؟ 1. تمام ديت اللي كده اول حاجه عرفناها. طب انا هقول له ls minus i عمل لي لو كنت قلت له ls الاول عادي اهي انما ls minus i حطها لي جنب كده بس قدام كل واحد ايه ال i node number بتاعه و ls minus i و l يعني حطهم لي long format وحطيت لي ايه ال i node number. تمام حلو قوي كده بديت احنا عرفناها. طيب تعالوا نشوف نشوف الايه تاني stat لفايل داش 1 ستات لفايل داش 1 هيطلع لي يقول لي ايه يقول لي اسمه فايل داش 1 اتس ريجولار فايل بس بيقول لك ان هو امتي. يعني ايه امتي فايل دلوقتي احنا بقى الناس فاهمين مش بناخد كلام كده. امتي فايل يعني ايه؟ يعني ملوش اي داتا بلوكس في الاستورج يعني ليه دي انتري وليه اي نود بس الاي نود ما بتشاورش على حاجه خالص فده عشان كده اسمه ايه امتي عشان كده ملوش ولا بلوك. عدد الهارد لينكس اللي جواه واحد اللي هي فايل واحد والاي نود نمبر بتاعي اهو وعندي بقى بعد كده دي البريفليجز او الرايتس ريد رايت ده الديفولت ان انا ليا ريد رايت والجروب ليها ريد رايت والاذر ليه ريد بس. انا اوند باي العرباوي اللي انا في السيستم ده نمره 1000 اهو. تمام ده يبقى ايه ده الستات اللي احنا اتكلمنا عليه. لو عايزين كمان نتكلم على الدي اف اللي احنا اتكلمنا عليها انا هنا عندي تبصوا ادي ده الروت فايل سيستم حوالي 50 جيجا وبعدين مستهلك منه 7% ده الروت فايل سيستم ودي فايل سيستم طالعه من جوه الروت فايل سيستم. هنا الدنيا عندي ابسط شويه من السيستم اللي انا كنت قايله في المحاضره. طيب ايه تاني؟ لان انتوا عارفين زي ما انتوا احنا انا بعمل الفيرتشوال بوكس ما عملتش بارتيشننج ولا حاجه. ايه تاني اللي نجربها؟ دي اف ماينس اي عشان اشوف الاي نودز اللي في الفايل سيستم الاقي دي عدد الاي نود استهلكت منها كده يبقى 6% ده الروت فايل سيستم الباقيين ايفن لاس. تمام كل دي حاجات واضحه يبقى احنا كده غطينا الحاجات ديت. لو حبينا دلوقتي عايز اجرب حاجه معاكم فهنقوم قايلين اقول له ال اس ماينس اي ال لكده. لو انا عملت دلوقتي موف فايل داش 1 سميته فايل داش 11 ده معناه انا عملت له رينيم وعملت رينيم وقلت له ls minus il تاني. تعالوا نشوف فايل 1 اللي هو هنا ده الاي نود نمبر بتاعه كام اهو. طب 11 الاي نود نمبر بتاعه كام اهو. الاي نود نمبر ما اتغيرش تمام لان زي ما اتفقنا الرينيم مجرد بيغير حاجه في الدي انتري ما بيغيرش الاي نود بتاعه. طيب لو انا قلت له موف فايل داش 11
لفين؟ لداير داش 1 وسميته فايل داش 12، مجرد هموفه. لو عملت كده اهو وعملت دلوقتي ls minus il وبس، مش الكرنت دايركتوري لا داير 1، هلاقي جوايا مين؟ فايل دوت 12 اللي انا لسه عامله موف دلوقتي. بصوا كده على الاي نود نمبر بتاعه، والاي نود نمبر القديمه بتاعت فايل 11، هلاقي ان هي يبقى ولا الرينيمينج ولا الموفينج غير الداير، لان هما دي انا بنقل حاجات within the same file system. طب تعالوا نكوبي فايل 2 مثلا، اكوبي الى فايل تاني اسمه فايل 22. فدلوقتي عملت ls minus il وبص كده الاقي فايل 2 اهو، وادي فايل 22 تحتيه على طول. واضح ان هما ايه، بما اني عملت كوبي، الكوبي بيكوبي بيعمل دي انتري جديده بفايل نيم جديد، سوري باي نود جديده بكونتنت جديد، عشان كده الاي نود نمبر اختلف. تمام، احنا كده المفروض ان احنا هضمنا موضوع الاي نود. نتكلم بقى على اللينكس. تعال نبتدي بالايه، بالهارد لينكس. فانا دلوقتي انا عملت كده الناس اس ماينس اي ال تمام. تعالوا نقول فايل 2 نعمل له هارد لينك فين؟ نخليها فايل 2 داش لينك مثلا، نخليها في نفس الحته. فهم قايل له ايه؟ اقول له لينك فايل داش 2 بايه؟ بفايل داش مثلا، نقول 2 داش لينك. تمام اهو، خلي بالنا هنا ان انا حطيت الديستنيشن اللي هي الفايل داش 2 داش لينك، حطيتها دي ابسوليوت باث ولا ريلاتيف باث؟ لا دي ريلاتيف باث. ليه؟ لان انا عارف عشان انا واقف هنا، فكان ايه، فقمت حاطط اسمها وخلاص. لو كنت ابسوليوت كنت لازم ابتدي من ايه، من الروت. تمام، بس احنا اتفقنا ان الهارد لينك ما فيهاش مشكله، المشكله في السيمبوليك لينك. طيب تعالى نعمل ال اس ماينس اي ال، تعالوا نبص ايه اللي حصل بقى. اول حاجه ابص على فايل 2، تعال دي بيفور اند افتر. فايل 2 بيفور كان كده اهو، دي اللينك بتاعته اللي تنتهي ب 842 وليها 1 هارد لينك، وادي الفايل 2. تعال بقى نبص ايه افتر فايل 2، 842 برضو تنتهي ب 842، يبقى نفس الاي نود بس بقى ليها كام هارد لينك؟ بقى ليها 2 هارد لينكس. تمام، طب تعالى نشوف فايل 2 لينك الاي نود نمبر بتاعها ايه نظامه؟ نفس الاي نود نمبر بتاع فايل 2 وبرده ليها 2 هارد لينكس. تمام، فيبقى انا دلوقتي عملت هارد لينك، عندي فايلين بقى الاثنين، بقى زاد الكاونت بتاعي نمره 2. طب تعالى نمسح واحد فيهم، تعالى نقول له ايه ار ام فايل داش 2، تعال نمسح ال اس ماينس اي ال، هلاقي ايه اللي هو ده، طبعا اتمسح نمبر 2 اتمسح، فايل 2 داش لينك بقى دلوقتي رجع تاني 1 هارد لينك ونفس الاي نود نمبر. ده كده المفروض ان احنا فهمنا الحته دي خلاص. تمام، انما لو انا تعالوا بقى نعمل فايل 3 نعمله سيمبوليك لينك، هقول له ايه؟ هقول له ln minus s بقت symbolic كده اهو فايل 3. روح فين؟ اعملها لي فين؟ اعملها لي دوت على مثلا، او اعملها لي اسمها فايل داش 3 داش symbolic link. ls دلوقتي اهو، شايفين ايه اللي حصل هنا؟ بعمل لي كده خليها لسه من الناس ال، ايه اللي حصل؟ حصل ان هو عمل لي
شوف ايه اللي حصل، انا عملت صح ولا عملت غلط؟ عملت ايه؟ قال لي فايل 3 اس لينك بيروح بيبوينت لسلاش هوم سلاش ايه العرباوي سلاش فايلز. طيب فيها مشكله ولا في ايه؟ اه في مشكله، لا بالاحمر ده يعني في مشكله. ليه؟ شوفوا انا عملت ايه الامر، شوف انا عملت ايه الغلطه اللي انا عملتها. انا لما لينكيت قلت له مين لي فايل 3 طالع من هوم كده، بس هو فايل 3 طالع من هوم؟ لا فايل 3 مش طالع من هوم، ده طالع من ليكشر 5. عشان كده بقى هو كريت لي اللينك عادي بس بيشاور على فايل مش موجود. طب تعالوا يبقى ايه نمسح اللينك دي. فهو انا اقوم قايل له بقى ايه اهي ار ام دوت اسمها اللينك دي فين؟ اللينك دي هنا. هقول له ار ام فايل 3 داش اس لينك، مسحتها خلاص. تعالى نكتبها من اول جديد، لينك فايل عايز اعمل ايه تاني؟ الفايل الاصلي فين؟ الفايل الاصلي اللي هو في ليكتشر 5 وبعدين الايه اسمه فايل 3 تمام. حتى عشان اسهل على نفسي بعمل التاب عشان ايه يقوم هو بالدور ده علشان ابقى مطمن ان هو موجود فعلا. دي بتاعت من ايه عشان كده تمام. ما هو فايل 3 لينكها فين؟ لينكها في فايل اسمه فايل داش 3 داش سيمبوليك لينك. دلوقتي نقول له الاس الاس ماينس ال اهي. عملت غلطه تانية ايه يا ربي؟ ده انا عملتها هارد لينك. طب نقوم قايلين ايه اهو ماينس اس وسميها نمرة 2 ال اس. شايفين اللون دلوقتي بقى ازرق ما بقاش احمر زي قبل كده اهو ال اس ماينس ال اللون اهو. شايفين دلوقتي بقت ايه لونها ازرق اهو وبتشاور على فايل بجد. طب تعالى نمسح الفايل اللي كان ايه اللي هي بتشاور عليه. قلت له ار ام lecture 5 file 3 مسحت الفايل. المفروض اللينك دي بقت بروكن. فاقول له ls minus l كده دلوقتي هلاقيها عامله ازاي؟ بقت بالاحمر. يبقى الايه اللينك بتفضل اللينك موجوده بس بايه؟ بالاحمر تمام. فده يبقى ايه بالنسبه لل اتكلمنا شويه عن السيمبوليك لينكس والهارد لينكس والاي نود نمبرز وشويه كوماند المرتبطين بيهم. في محاضرة النهاردة اتكلمنا عن الـ internal handling of files. اتكلمنا عن ايه file system، يعني ايه files، ازاي بنفرق ما بين الفايل content والmetadata بتاعته، ازاي الـ commands الـ file management commands بتأثر على الفايل content والmetadata. اتكلمنا عن links سواء hard links او symbolic links. زي ما خدتوا بالكم ان المحاضره يبقى لحد ما الكونتنت اللي فيها النهارده كانت فيها تفاصيل كتيره شويه، وانا حاولت ان انا ابسط الكلام بس ديفنتلي الكلام ده اعمق شويه من المحاضرتين اللي قبل كده. لو في اي اسئله او تعليقات يا ريت تحطوها على الفيسبوك بيج او الديسكشن جروب بحيث ان احنا نتناقش فيها. وزي ما انتوا خدتوا بالكم برضو في المحاضرة ان احنا كان في مجموعة من الاسئلة اللي انا ما جاوبتش عليها هي عن قصد عشان تحاولوا تفكروا شوية في بعض الحاجات دي. برضو يا ريت تحاولوا تفكروا فيها، وبعدين لو في عندكم اقتراحات فيها يا ريت تحطوها نتناقش فيها مع بعض اونلاين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.